ربما عليه أن يلعب بشكل جماعي أكبر. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. رافائيل لياو، بيلينغهام يتلقى الكرة، يلعب كرة بينية، والآن فرصة موجودة، عنده مساحة كبيرة أمامه. هذه فرصة جول. يا سلام على هذا الإنهاء، يا سلام على هذه الفرحة. الكورة يا جماعة شغفها وجنونها. هو صاحب آخر لمسة ومن